السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي نتكلم على امتحان الرياضيات، امتحان ديال الماط بالنسبة للعلوم التجريبية اللي ناض عليه صداع بزاف. شي كيقول صعيب، شي كيقول سهل، والأغلبية ديال التلاميذ جاهم الامتحان صعيب. علاش جاهم صعيب؟ كيفاش؟ السيد الوزير سعيد أمزازي كيعلق على هذا الأمر هذا في مجلس المستشارين يوم الثلاثاء، وقال بأنه سنحقق في صحة الادعاءات حول صعوبة هذا الامتحان، أي امتحان الرياضيات بالنسبة لتلاميذ وتلميذات العلوم التجريبية. إذا هذا الفيديو برعاية تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، ابقوا معايا باش نعرفوا الحيثيات ديال الموضوع كامل. إذا أترككم أولا مع تصريح السيد الوزير سعيد أمزازي بهذا الخصوص خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين. بالنسبة للامتحان ديال هذا الصباح اللي طرق له السيد المستشار المحترم، كما قلت لكم كانت عندي مناسبة لمعاينة هذا امتحان البكالوريا في الميدان يوم الجمعة، واليوم كنت في مدينة الحجب، مدينة عين توسطات وفي فاس، وتكلمت مع المترشحات والمترشحين في المسلك ديال الفيزياء بالنسبة لمادة الرياضيات، ولا أحد استنكر هذا الامتحان، وكل واحد عبر عن الارتياح ديالو. حنا اليوم عندنا واحد اللجان وطنية اللي كتشرف على هذه الامتحانات، ما كاينش واحد الرد، واحد التفاعل رسمي من طرف أي مترشح. قبل ما ندخل البرلمان شفت واحد التدوينه في فيسبوك، واتصلت بالسيد مدير مركز الامتحانات، قلت له واش توصلتي بشي تفاعل من طرف المديريات مراكز الامتحانات؟ ابدا. لماذا؟ لان هذا الامتحان كيخضع لواحد المعايير، واحد المنهجيه، حسب واحد دفتر التحملات منذ ابتداء السنه. كما قلت احنا نشرنا الاطر المرجعيه لهذا الامتحان اللي همات فقط المواضيع من شهر شتنبيل الى شهر مارس، وحددنا الدروس وحددنا المعامل، لهذا ما كان حتى شي مفاجأة بالنسبة للمضمون. وهذا الامتحان باش نحتفظوا بنفس القيمة ديال الامتحانات الأخرى، السادة المستشارين عبروا على هذه الإرادة، اعتمدنا نفس المستوى ديال هذا الامتحان. قبل ما كيتوزع هذا الامتحان يتم إنجاز الامتحان في ظروف الامتحان من طرف بعض المفتشين، وكناخذوا بعين الاعتبار هذه الامور كامله اللي تقال. كانت بعض الحالات الخاصه، حنا اليوم مستعدين باش نفتحوا واحد التحقيق في هذا الامر، في هذه الواقعه، ونشوفوا شنو هاد المواطنين شنو المشكل ديالهم. إذن قال السيد الوزير سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه سيحرص على التحقيق في صحة الادعاءات المتحدثة على صعوبة امتحان البكالوريا بالنسبة لمادة الرياضيات الذي اجتازه تلاميذ مسلك العلوم الفيزيائية صباح أمس وليس اليوم، أمس الثلاثاء. إذا وفي رده على تعقيب حول فاجعة الرياضيات، إذا من بين المستشارين كاين واحد المستشار قال له بأنه فاجعة الرياضيات، إذا رد عليه وقال بأنه سيحقق في صحة هذه الادعاءات المتحدثة عن صعوبة الامتحان وطوله واختلاف منهجية وضعه وحاجة التلميذ لما لا يقل عن 6 ساعات لحله. هذا وخلق اختبار مادة الرياضيات واحد اللغط كبير اللي اجتازه التلاميذ ديال ثانوية بكالوريا صباح يوم الثلاثاء، موجة من الجدل في صفوف التلاميذ الذين اعتبروا أن هذا الامتحان تعجيزي ويحتاج لأكثر من 6 ساعات لحله، فيما اعتبر آخرون أن منهجيته تختلف بشكل تام عن باقي الامتحانات التي وضعت في السنوات الماضية. إذا هادشي اللي عندي في هذا الفيديو. في الأخير شكرا لكم على المتابعة، كنتمنى لكم النجاح والسداد في الامتحان ديال البكالوريا ديالكم، والله يسمعكم خبر الخير إن شاء الله في النتائج. قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري تشكركم على الدعم والمساندة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.